خلت لليوم صباح الخير. مش كتير صعب انه نصوم وما نشعر باي تعب او اجهاد، لانه سر معاناتنا خلال نهار رمضان بترجع بالاساس لبعض العادات السيئه. فهل منقدر نصوم بدون الشعور بالتعب والارهاق؟ الجواب هو ايه، بس كيف؟ اولا عبر اعتماد الماكولات والمشروبات اللي بتمنح الجسم الطاقه طوال فتره الصيام، وتجنب بعض الاطعمه لما نشعر بالارهاق والتعب، تجنب الافراط بتناول الدهون والحلويات والاطعمه الثقيله. التعجيل بالافطار له اثار صحيه ونفسيه هامه، فالصائم بيكون بهيدا الوقت بحاجه ماسه للتعويض عن المي والطاقه اثناء النهار، والتاخير بالافطار بيزيد من انخفاض السكر بالدم وبيؤدي للشعور بالهبوط. الافطار على التمر بيشيل الجوع عن الصائم، حيث بيحتوي التمر على كميه من الالياف بتحمي من الامساك وبتعطي الانسان الشعور بالامتلاء، وبتنتهي وليمه الافطار بحاله من الخمول والامتلاء بالمعده بسبب الاكثار من تناول الطعام بطريقه خاطئه. لهالسبب ينصح الافطار على مرحلتين، اولا تناول التمر والعصير اللي بدورهم بينبهوا المعده، ومن بعدها بفتره قصيره نكمل الافطار. فمن المعروف انه تناول كميات كبيره من الطعام دفعه واحده وبسرعه ممكن انها تؤدي لانتفاخ المعده وحدوث تلبك معوي وعسر بالهضم. السحور بيفيد بمنع حدوث التعب والصداع أثناء نهار رمضان، وبيخفف من الشعور بالعطش الشديد، ويوصى أيضا بتأخير السحور، ويستحسن أنه يحتوي طعام السحور على أغذية سهلة الهضم كاللبن والفواكه وغيرها، وتجنب الأغذية شديدة الملوحة والتوابل والبهارات، وخاصة عند السحور لأنها بتزيد الأحساس بالعطش، وشرب كمية كافية من الماء مع عدم المبالغة بهالشي. وأخيرا لازم تجنب النوم بعد الإفطار لأنه بيزيد من خمول الإنسان وكسله، ولازم الإكثار بالحركة لحرق الدهون وهضم الطعام على الإفطار. هيدي كانت نصايحنا لليوم، بشوفكن بكرة زميلي محمد بمعلومات بتفيدكن خلال الشهر الفضيل ورمضان كريم.